نحن الآن في أول مملكة في العلا وثاني مملكة في العلا. الأولى مملكة دادان والتي بدأت عام 900 قبل الميلاد، ولحقتها أو عقبتها مملكة لحيان والتي بدأت عام 600 قبل الميلاد وانتهت عام 100 قبل الميلاد. سبب اختيارهم لهذا المكان أو للعلا تحديدا وجود العلا على طريق التجارة القديم أو بما يعرف طريق البخور، حيث أنه كانت القوافل القادمة من جنوب الجزيرة العربية كانت تتجمع في العلا وأيضا تتفرق إلى بلدان عدة مثل مصر والشام والعراق، وحتى أنه بعض القوافل تصل إلى اليونان وروما، وهذا سبب أهم سبب لازدهار العلا وحضارة العلا تحديدا. مركز الزوار هو بداية رحلة الزائر في موقع دادان الأثري، بحيث أن الزائر يتعرف على بعض المعثورات التي تم إيجادها في موقع دادان منذ بداية التنقيبات عام 2004. يتعرف على بعض المعثورات مثل هذا القربان الصغير، وعادة ما كان يقدم إلى أو يقدم كقرابين للإله الرئيسي ذو غيبة، إله الدادانيين وإله اللحيانيين. يتعرف أيضا على الخطوط الدادانية والخطوط اللحيانية، بحيث أنه حتى يسهل عليه يقدر يكتب اسمه في اللحياني والداداني كذلك.